بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الاعزاء، اليوم راح نسوي ديمونستريشن على الابر سنترال كلاس 3 كلاس 4 اند كلاس 5 ات ذا سيم توث. راح اسوي هسه هذا راح اشر بالبروب، راح اسوي كلاس 3 هنا لينجوالي بالميجيال سايد مال السنترال، بعدين كلاس 4 بالديستالي بالديستال سايد، بعدين كلاس 5 هنا جينجيفالي على مود بسن واحد تستغلوه بكل هذه. ففقط الكافيتي لاحب لي بالكلاس 3 لينجوالي احاول اشوف وين الكونتاكت بوينت. اول شيء اسوي بنتريشن لانه غالبا الكاريز يصير ان ذا كونتاكت بوينت. انا اتوقع هنا بالميدل ثيرد راح ادخل بالراوند بير. شوف الشغل ايضا انترمتنت، بس اسوي بنتريشن. طبعا القياسات اللي اريدها منكم 2 ب 3 ملم والدبث ايضا 2 ملم، يعني الكافيتي تكون كونزرفاتيف بس على مود تتعلمون، والا هو بالعياده تعرفون اكوردنج تو كيرين الكافيتي مالتنا تصير. زين هسه سويت بنتريشن، راح ابدل الراوند بير بالفيشر بير. طبعا انا محاط بير بنتريشن، بعدين بالفشل راح اعدل شكل الكافيتي. يعني طبعا شكل الكافيتي راسم لكم اياه ما تغيب النظري، لكن هنا راح بس اسوي دراينس. هاي اللي عندي اشتغل اندايركت بالمرر. الان انا شلون بدي اشتغل؟ بدي اعدل الكافيتي راح يصير 2 ملم ديبث 2 ملم ويب و 2 ملم على نفس التوث ديستالي. اتصور هذا هذا الكوادرنت ب فد كيريز. انا راح اخذ من طبعا احنا كنا نشتغل اون فانتوم تيث، طبعا هذا لانه ما بي بنتريشن، فانا بديت بال فيشر بير. ايضا احاول ما اثر على الجيسن توث. زين دقيقه هسه اني الخطوه الاخيره اسوي بفر للاسطح مالته 45 ديجري، هذا لكل الاسطح حتى يفيدني بالاتشنج اند بوندنج. اذا تشوف دقيقه خبي نسوي درانيس. هذا شكله. زين ها الان بدي اعدل كان بالفشر بير، بدي اعدل الكدني شيب مال كلاس 5، بدي اسوي الاس 9 وبنفس الوقت الدب والفلفل فلو بان واحد. انا مستمر الان بدي اسوي الاس 9 مال كلاس 5. الان اشيك خليك وياي الان اشيك هذا تقريبا كملت، بس بعد الكدني شيب لازم اكمل. بس اشيك الان اشيك بالبروب والدبث والاوتلاين، يعني يحتاج فينشنج بسيط. هذا تقريبا خلصت.